ودين ياسمين ورمضان كريم علينا وعلى أهلنا وإخواتنا في كل حتة في الدنيا. النهاردة عاملة أكلة كلنا بنموت فيها وبنحبها، وأكلة مش بس بتتاكل في رمضان، بتتاكل على كل السنة. المهم أكلتنا سهلة، كل البيوت تقريبا المصرية والعربية عارفينها. النهاردة هعملها هي التركة الوحيدة المختلفة، إن أنا هستعملها شوية تمر هندي. التمر هندي فيه طعم ساور كده، طعم لازع زي الليمون، بيبدلها طعامه غير طبيعيه ومزازه حلو قوي. نشوفها بقى مع بعضينا، شوفوا الدنيا ازاي بتمشي. المكونات زي ما انتم شايفينها طبعا باميه، مفيش باميه تتعمل بدون فلفل. ده بيست بتلاقوه دلوقتي اللي هو بتاع قمر الدين. تخيلوا باميه بقمر الدين، طعمه يبقى عامل ازاي. المهم دي باميه بتمر هندي، وعندي شطه طبعا سوداني، كزبره ناشفه كتير، توم، عندي هريسة طبعا، وغير الهريسة الفلفل الأخضر ده، ليمونة طبعا، لحمة، بامية بدون لحمة لا يجوز، وصلصة، وصلصة طماطم أنا ضرباها، وشوية مرقة. الحاجات كلها سهلة وإحنا متعودين عليها. طريقتي ممكن تبقى مختلفة شوية، أنا عملتها لكم قبل كده لما عملنا طاجن البامية المرصوصة، هي بنفس الأسلوب أنا بعمله، بس بزود لها في الآخر شوية بزود لها شوية تمر هندي. أول حاجة أنا بعملها في البامية من الأول خالص 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 يا جماعة، بعد ما نجيبها ونقمعها ونظبطها، أهم حاجة تقميع البامية. أوكي، هحط شوية زيت على النار وعلى طول فوقيهم البامية، بس هو الزيت ما سخنش، أنا كنت سايب البتاع كتير على ال كل اللي انا بعمله في الباميه، بس انا هسيب الزيت يسخن شويه كمان زياده. وهي كده بجيب معايا كزبره، بحط شويه ملح، ونجيب الليمون كمان عشان انا هعصره عليها بعدين. بس الباميه هفضل احمرها كده اهو لغايه ما لونها الاخضر الحلو يبان، يعني هي كده مطربة، هتلاقوا الأخضر بتاعها بقى حلو كده وجميل، والمادة بتاعتها اللزجة دي تطلع. ما هي البامية زي الملوخية، ما احنا جربناها في الويكة، الويكة لما بنضربها كأننا بناكل ملوخية بالظبط، هي نفس المادة اللزجة دي. فوائد البامية لا تعد ولا تحصر اهو، ولا تحصى، أنا قلت ولا تحصر، معلش بس كده. هفضل اقلب وهي بتتحمر كده عشان الريحه كمان تبقى احلى واحلى واحلى. هحط شويه كزبره حلوين، ونقلب مش كزبره بس، هنحط شويه كزبره، شويه شطه صغيره، ونرجع نقلب. الحاجات دي كلها هتتحط تاني. والله يا جماعه لو انتوا حاولتوا تاكلوا الباميه كده اهو، هوريكم كمان الطريقه واطلعكم من الاكله دي على اكله تانيه، تجنن برضه. شايفين خدت شوية توم صغيرين قد ايه، هحطها معاها ونقلب. وممكن في الحالة دي بقى ننزل بشوية ملح صغيرين مع التقليب، زي السوتيه، زي مش احنا بنعمل حاجات كده هو السوتيه بالطريقة دي،
نفضل بقى. وشايفين اللون بدا يبان اكتر ازاي فيها، انا عايزاها تتحمر كويس 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 وتاخد كل الاطعمه الحلوه دي. اقوم عصره نص ليمونيه من قلب، هجيب دي كده هنا. ده الجزء الاولاني من عمايل الباميه بتاعتي، وهرجعها تاني الطبق. ونسيبها تستنانا على جنب شويه. ودلوقتي نزود شويه زيت كمان، ونيجي اللحمه بتاعتنا. ونزلها فيها، وبالظبط كاننا بنعمل كمونيه او حاجه، عايزه بس اللحمه تبقى بني حلو. وفي الاخر خالص هزود ثوم. واللحمه برضو دايما لما الواحد يحمر لحمه اهم حاجه نحط شويه فلفل اسود واحط شويه ملح ونقلب. لو خدتوا بالكم انا اول جزء عملته مع الباميه عملت فيه ايه؟ حطيت شويه ثوم، الزيت، الباميه، حطيت كزبره خضراء، شويه ثوم، شويه شطه وملح وليمونه. اخذت اللون الاخضر الحلو ده وشلتها كده، هي مش مستويه، انا بس شوحتها في نفس التشويح اللي بدل ما كانت الكزبره والحاجات دي والباميه نفسها بالريحه، نزلت اللحمه. تاني نحب الطبيخ في حاجه واحده، هنعمل جنبها رز طبعا، بس في الاخر يعني مش هنوديكوا بقى. احنا بقالنا سنتين دلوقتي في سفره، شفتوا 50 طريقه رز، ومفيش احلى من الرز الابيض بصراحه مع البنه. اوكي، شايفين اخذت لون حلو ازاي في المرحله دي مش قبل كده، عشان ما يتحرقش الثوم هحط حته ثومه كده لطيفه. زي الثوم مع الثوم نعمل ايه؟ اول ما ريحته تبان كده وتبقى حلوه ويدخل مع اللحمه، واللحمه بتنزل كل ميتها وترجع تشربها، نبات كده. ونجيب شويه صلصه مش كتير، وكله برضو يتقلب مع بعضه. وخلوني ادور على البتاع، اين انتي؟ ليس انتي ولا انتي، انا ممكن اقلبها كده على طول وخلاص. وهحط شويه طماطم مضروبه في الخلاط، شايفين مش كتير. انا ما بحبش الباميه برضو تبقى حمراء قوي، يعني دايما الاكل بالنسبه لي الاحمر ما يبقاش احمر قوي. كنت عملت لكم رمضان اللي قبل اللي فات وصفه الباميه بنفس الاسلوب ده، بس ده كانت خضره وحطيت معاها كزبره خضره وليمون كتير، ودي كانت باميه تجنن، باميه خضراء اخضر في اخضر بالظبط زي الويكه بتاعتنا. هنوصل لهذه المرحله، هننزل بقى بالباميه كله مع بعضي. طبعا اللحمه لازم تستوي الاول شويه، احلى حاجه الواحد يتعامل معاها في الحكايه دي باميه فريش مش باميه فروزن. الفروزن بتستوي بسرعه، انما دي هتاخد الوقت بتاع سوى اللحمه تقريبا، لانها مش مغليه شويه ولا حاجه. دول هو ده سر الباميات الحلوه، لازم 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 الواحد يحط لها شويه فلفل اخضر، لو مفيش حامي نحط فلفل اخضر عادي. بسكينه ونجيب كمان، نغطي النار
انا هقطعهم بس اتنين كده اهو عشان يبقوا كبار وباينين للناس اللي ما بيحبوش حاجه حراقه ما ياكلوهاش، بس بتدي ريحه حلوه قوي من بعيد كده. نقلب، نزود شويه شوربه، وبس ونسيب كل هذه الاشياء يستووا مع بعض. وعلى ما تدخل في السوى اخر حاجه هنحط لها، والله دلوقتي كمان ممكن احطها لها، دلوقتي هحط شويه هريسه، الهريسه اللي هي البيست بتاع الفلفل الاحمر. هنسيب كل هذه الاشياء تقعد تستوي مع بعض، نديلها مثلا 40 دقيقه 45 دقيقه بالكثير. ارجع لكم بعد الفاصل عشان نكمل بمهلبيه هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل. بيكم معايا مره تانية. احنا خلاص الباميه قاعدين مستنيينها، وكنت قلت لكم قبل الفاصل ان احنا هنعمل لكم النهارده مهلبيه بقمر الدين. متعودين عليها مهلبيه قمر الدين، بس هي احنا عاملين مهلبيه معاها قمر الدين، وعاملين نفس الطريقه اللي بيتعمل بيها قمر الدين فراوله، يعني نفس فكره الفروت رول او ملفوف حرف اللفه بتاعت القمر الدين. هوريكم ازاي بتتعمل. قمر الدين اوريدي جاهز عندي، بس انا هبتدي بقى افرجكم الفراوله. جايبه شويه فراوله صغيرين كده، مقطعاهم صغير، احطهم هنا على طول طاسه مع تلت شويه سكر وشويه ليمون. طبعا كان هيبقى احسن لو انا سبت الليمون السكر مع الفراوله، الفراوله تطلع سكرها بس كده وخلاص. وهنسيبهم على النار لغايه لما كل الحاجات بنعمل زي كولي هتشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. دلوقتي بقى نبتدي نعمل المهلبيه بتاعتنا، واحنا كلنا طبعا عارفين مقادير المهلبيه. الحاجه الوحيده اللي هنعملها مختلفه ان احنا مش هنزود لها سكر قوي. ليه؟ لان احنا عندنا اوريدي السكر جاي من الفاكهه بتاعتنا، من المشمش ومن الفراوله. فنبتدي على طول ان احنا نسخن اللبن. يبقى كده بس، وعندي شويه دول عشان ادوب فيهم النشا. دايما النشا يا جماعه يتدوب بالساقع، طبعا احنا قلنا لكم الكلام ده 500 مره قبل كده، بس التكرار لطيف. ناخد كده معلقه النشا وندوبهم هنا. شايفين كاننا بنعمل مربى بالظبط. نستنى لغاية لما كل الفراولة تستوي، وبعدين تتضرب في الخلاط أو بالهاند بلندر ده. الحكاية نفسها هي هي برضو في قمر الدين. أنا كل اللي عملته بدون ما أزود له سكر ولا أي حاجة، أنا نيمته يعني بيضته في مية ساعة، والصبح ضربته في الخلاط بدون ما أعمل له أي شيء، وعملته شوية على النار، وهو ده الهاند ريزلت بتاعته. شايفين تقيل إزاي؟ هو ده. فالفراوله هتطلع لنا بالظبط بنفس الشكل ده. نجيبها هنا على جنب. ده خلاص عظيم كده جدا. وعندي كمان الفراوله الجاهزه عايزه اوريها لكم الى ان اخلص. شايفين الفراوله طالعه لي ازاي بنفس الشكل بتاع قمر الدين؟ هو ده، دي هي دي. كل اللي عملته في ده ان انا بس ضربتها في الخلاط وخلاص بعد ما تستوي كويس هنا. ماشي؟ خلاص اهو. فايه بقى والمهلبيه؟ ايه هي بقى الفكره؟ الفكره في اللايرنج بقى، والشكل الحلو والطعم الحلو المختلف اللي احنا بنديه لحبايبنا اللي بياكلوها. دايما بيبقى حلو قوي ان احنا ندي برده ريحه حلوه من بعيد للمهلبيه بتاعتنا. اللي عايز يزود لها موارد تبقى لطيفه قوي، هي شويه ميه في الاخر كده موارد تبقى جميله. بس بالاطعم دي ممكن الطعم يبقى مختلف، فراوله مع موارد مع قمر الدين. خلينا ماشيين في حته الفروتس، حته الفواكه. هقلب ده على ده كده
ونبتدي بقى ايه نقلب للمهلبيه بتاعتنا. اتفقنا ان السكر مش هيبقى كتير، مش هحط سكر كتير لان انا معتمد على سكر الفاكهه اللي عندي، تقريبا تلت كوبايه سكر. عايزه اهدي بس خالص على دي عشان كده تحرق مني. انا عايزاها تستوي، هي لسه ما استوتش، هي اهم حاجه ان هي تو بريك، تتفك كده من نفسها. وهنا طبعا التقليب مستمر علشان المهلبيه بتاعتنا تقعد زي ما بيقولوا. كل الحكايه لبن نشا وسكر، هزود سكر شويه سكر كمان صغيرين كده. هنبص بس على الباميه لان الباميه ليها حاجات لسه ما اتحطت لهاش، اللي هو الحاجه الاساسيه اللي احنا عاملين بيها الباميه بالطريقه المختلفه، اللي هو ايه بيست او معجون تمر هندي، بيتلاقى في كل حته لان في اكلات كتير جدا، اشي تايلاندي على اشي هندي كلهم بيستعملوا، على اشي يمني اليمنيين بيستعملوها برضو كتير قوي في الصالونه او في بلاد الخليج لما بياكلوا السمك الصالونه او الفراخ الصالونه، دايما لازم يتحط في الصوص بتاع الطماطم بتاعهم تمر هندي علشان اللذعه الحلوه دي اللي بتجينا منها. ريحتها تجنن. ودخلنا خلاص في السوى وطعمها حلو قوي. انا في المرحله دي ما بعملش بقى الحركه اللي هي كل الناس بيعملوها، في ناس بيعملوا زي طشه للملوخيه عليها، انا ما بحبسهاش. المشكله بتاعته الوحيده ان هو بيغمق شويه الصوص بس بيخلي طعمه رائع. فكده مش لازم نحط ليمون، كل الناس اللي بيحبوا ياكلوا بامية بليمون الحركه دي يعني بدل الليمون. اوكي هحط لها حته تومه ثانيه دلوقتي، تومها كتير انا عارفه بس طعمها بيبقى هايل. واحط شويه كزبره كده اهو ونسيبها تكمل سوا، هتبقى مظبوطه على الاخر ان شاء الله. نيجي هنا نشوف اخبار المهلبيه. هلو يا مهلبيه، تهلبتي ولا لسه؟ انا نفسي الاقي لها. ايوه هو ده اللي انا بدور عليك، ده مهم جدا عشان مهلبياتنا اهم حاجه ان النشا يستوي في اللبن. نقلب دي كده. دي بصوا لسه برضو did not break، بس انا بقول لكم في الاخر هتلاقوا الفراوله كلها فكت من بعض. دلوقتي احنا خلاص تقريبا كل اللي هنعمله ان احنا نحطها في الهاند بلندر ونضربها، هتطلع لنا بالمنظر الجميل ده. اوكي دلوقتي بقى اللي علينا نعمله ان احنا نحط بقى اللايرنج. انا كان عندي من هنا شويه مهلبيه عاملاها من قبل كده، ليه؟ عشان اهم حاجه ان الحاجات تبقى بارده واحنا بنحطها على بعض عشان ما تجريش على بعض. لحظه احنا بنعمل المهلبيه بتاعتنا كده خلاص خلصت، نجيبها هنا على جنب. بصوا ما بتاخدش وقت خالص المهلبيه، هي الفكره بس في المشمشيه اللي احنا عاملينها والفراوليه دي اللي برضو اللي احنا عاملينها. نجيب بقى ده، انا كان عندي هنا شويه عاملاهم من قبل كده، كل هعمله ان انا هعمل لاير بقى من ده. طعمها بيبقى غايه في الروعه. وده برضو ممكن نعمله ونحطه على ايس كريم فانيليا، التوبينج اللي نحطه على التشيز كيك، يعني بيتعمل بيه حاجات كتير جدا، ناكله مع شويه على عيش حلو كده مع شويه زبده وقشطه. ما هي تقريبا قشطه وحلوه برضو فكره المهلبيه الواحد يحط لها حته قشطه في الاخر كده بتدي لها ريتشنس ريشس يعني. و شويه بسيطه جدا من المهلبيه تاني.
اوكي. وبعدين واخر حاجه بس شويه كده، شايفين تبقى لزجه ازاي. اخر حاجه نحطها هي قمر الدين اللي جميل. ما حطيتش بقى هنا ولا كورن ستارتش ولا حاجه، زي ما هو ثيك وحلو. بس عشان هو لسه سخن، لو كانت بردت شويه الدنيا كانت هتبقى ايه اسهل بكتير. المهم احنا هنحطها بالشكل النهائي، هنوريه لكم حالا بالا. انا كان نفسي بس تمسك شويه عشان تتحط بسهوله اكتر. انا عامله شويه جاهزين على العموم في الثلاجه بقالهم شويه اهم. ايه بقى في جمال اكتر من كده؟ ما بتقليش طعما ومضمونا وكلها حاجات طبيعيه. احنا ممكن زي ما اتفقنا لو في المشمش بالخوخ نعمل القمر الدنة في بيتنا زي الرولابس ان شاء الله. في حلقه تانية عايزه ابقى اعملها لكم عشان تشوفوا بيها الحاجات دي. انا بس ايه ده هنا المهلبيه عندي سخنه فمش عارفه افرد عليها الحاجات كويس. نرجع بقى هنا تاني للاستاذه الباميه بتاعتنا اللي ريحتها فوق الرائعه. وخلاص استوت، يا سلام. ناخدها برضو هناك ونقدم. فالحلقه بتاعتنا النهارده كانت سيمبل، ما فيهاش كلاكيه، مفيش احلى طبعا من الرز مع الباميه. الحكايه كلها ان احنا حمرنا الباميه نفسها مع شويه زيت وحطينا لها توميه، وحطينا لها قبل التوميه كزبره ناشفه وشطه، وفي الاخر حطينا توميه. وعملنا بعد ما حمرناها كويس عصرنا عليها ليمونيه وشلناها على جنب. في نفس الطاسه او الحله عملنا اللحمه برضو حمرناها، ولما دخلت في اللون خدت اللون الحلو حطينا التوميه برضو عشان ما تتحرقش. وفي الاخر رجعنا حطينا لها صلصه الطماطم، حطيت هريسه طبعا، حطيت ملح وفلفل، حطيت كزبره برضو، وحطينا شويه شطه، وحطينا توم تاني، حطينا توم مرتين، توم مع اللحمه وتوم مع الباميه وتوم في الصوص. ودلوقتي بقى ايه نقدمها تتاكل لكم بألف هنا ورمضان كريم، وتاكلوها مع اللي بتحبوهم بألف هنا بإذن الله وشفا. وخلاص وخلصت كده حلقتنا بتاعت النهارده، ان شاء الله تكون عجبتكم، وفكره المهلبيه برضو تكون عجبتكم. خلاص اهم حاجه في الباميه خلوني اقولها لكم تاني، هو شويه التمر هندي اللي احنا حطيناهم. كل اي حد بيحب باميه بالليمون هتعجبه جدا جدا الباميه دي، صدقوني مش هيبقى طالب خالص يحط اي ليمون معاها. اوكي اشوفكم مره تانيه، ورمضان كريم، تقعدوا بالف هنا و نعمل thank you.